السلام عليكم. هذا الفيديو إن شاء الله رح يكون شرح لسابع محاضرة من محاضرات الكلينيكال سايكولوجي اللي رح نحكي فيها عن البيهيفيرال أسسمنت، ورح تكون هي آخر محاضرة من محاضرات المد إن شاء الله. المحاضرة كتير صغيرة، يعني هي أصغر محاضرة تقريبا، فإن شاء الله ما رح نطول فيها كتير، فعشان هيك خلينا نبلش على طول. هلا مبدئيا احنا لما نيجي نحكي بيهيفيرال اسسمنت، اذا احنا بنطلع كيف الشخص بيتصرف، كيف فعليا بيعيش حياته، ايش ردة فعله لاستيمولاي معينه، كيف بتعامل مع اهله، كيف بتعامل مع اصحابه، مع زملائه في المدرسه. كل هالاشياء هي تتضمن او يعني تحت كلمه البيهيفيرال اسسمنت. فعشان نعمل احنا البيهيفيرال اسسمنت، الايش اللي بنحتاجه او البرايمري تكنيك اللي بنستعملها هي الاوبزرفيشن. احنا بدنا نراقب هذه التفاعل، خلينا نحكي ردات الفعل، بدنا نراقب التعامل اللي بيعمله الشخص مع اللي حواليه، كلها راح تكون عن طريق الاوبزرفيشن. هلا الاوبزرفيشن بحد ذاته في له اكثر من نوع. في عندنا نوع اللي هو خلص بسموه ناتشرالستيك اوبزرفيشن، نشوف الشخص بمنطقته الطبيعيه، خلينا نحكي الناتشرال انفايرمنت اللي هو عايش فيها. انا بدي اشوف هذا البيهيفير، بروح على المكان اللي راح يصير فيه هذا البيهيفير ناتشرالي. مش انا بحكي له يمثل كيف بيتصرف، ولا بحكي له، ولا بروح انا اخلق هذا السيناريو، لا، بروح فعليا على المكان اللي بتصير فيه السيناريوهات اللي بدي اراقبها وبشوفها، تمام؟ لانه مثلا بالاخير انت قد ما حاولت تفهم انه المريض تبعك بخاف من الهايتس، ولا انه هو بيخاف من الامتحانات، ولا بياكل كتير، او بتعامل مع اهله بطريقة سيئة جدا، هاي الاشياء ما رح تفهمها تماما 100% الا لو كان في عنا observation بالnatural environment، وهيك بنكون وصلنا للtrue understanding. فالحلو الموضوع انه هاي الطريقة بتسمح لنا نعرف الfrequency، السترينث والبرفيسيفنس تبعت البروبلم، قديش عم تنعاد هاي المشكله، قديش عم بصير هذا البيهيفير السيء، ايش قوته، قديش عن جد عم بياثر على حواليه، وقد عم بضل، هل هو عم بتغير ولا لا، وبالاخير برضه شو العوامل اللي عم بتخلي الشخص هذا يضل يتصرف في هاي الطريقه. كل هياتهم هذول الحكي بيكون هو سبب يخلي البيهيفيرال كلينيشنز يشوفوا الاشخاص ويراقبوهم بطريقه دايركت، مش والله فيديو ولا اجزاء، لا بيروحوا دايركت هيك، تمام؟ فهذا بالنسبه للفكره العامه عن الناتشرالستيك اوبزرفيشن. بس لو نيجي نحكي فعليا، خلينا نيجي نحكي منطقيا، براكتيكلي سبيكينج، يعني الموضوع كثير صعب، يعني انه بدك تراقب الواحد طول حياته او شيء زي هيك، او يعني لفتره طويله 24 ساعه ما بزبط، بيكون الموضوع ديفيكلت واكسبنسيف، خصوصا لواحد جايك هو اساسا اوت بيشنت بيسد، يعني جاي على عيادتك، مش انه كان ادميتد للهوسبيتال. لو ادميتد للهوسبيتال او بمنطقه شلتر دوج زي هيك، رح تقول ماشي، بس شخص بالغ رح يعيش حياته ويلفلف بالدنيا وايش زي هيك، صعب انه نراقبه 100%. فعشان هيك بيكون اسهل مع الاطفال او الناس اللي عندهم كوجنيتيف ليميتيشنز. وبرضه غير هيك، هو بيكون زي ما قلنا الناتشرالستيك اوبزرفيشن اسهل بالشلتر او الانستيتيوشنال سيتنج، اوكي. ف برضه ممكن شغله تانية نستعملها عشان يكون الموضوع اسهل، هو انه بدل ما انت كسايكولوجيست تروح تعمل اوبزرفيشن، ممكن تعتمد على شخص هو اوريدي جزء من بيئه المريض، او جزء من بيئه الكلاينت، لزوجه او زوجه او جوزته او المعلم او الصديق او الاهل، كل هدول نسألهم، نحكي لهم يعملوا observation، أو حتى ممكن تسأل الكلاينت نفسه يعمل self observation. بس طبعا في كل هاي الأشياء، إذا أنت قاعد عم بتراقب واحد وعم بتشوف كيف بالضبط عم بتصرف بكل يوم أو بعدد ساعات كبيرة من الموضوع، بيجي سؤال الإثكس، إنه لو أنت بدك عن جد تراقب بطريقة صحيحة 100% لازم يكون مو عارف. بس إنه يكون مو عارف، إذا أنت مش ماخد منه الكونسنت، فإذا ما أخدتش منه الكونسنت هيك بصير موضوع not ethical، not very ethical، خلينا نحكي، وغير إن أنت عم تقتحم البرايفسي تبعته وتبعت ممكن الناس اللي حواليه. يعني خصوصا هنا إحنا بنحكي عن هاي النقطة، إنه بدك تكون يعني رغبتك تراقبه without his knowledge
هو رح يكون أنسب إشي للنتائج الصحيحة، بس بالأخير هذا الإشي غلط، أو هذا الإشي بيكون اقتحام للبرايفسي. ممكن حتى يعني سوري يعني عيلته إخواته وإشي زي هيك، أنت برضو بدك تراقبهم أو تراقب عيلته، رح يكون موضوع not very ethical، وبيكون عم بيودي الكرامة والright to privacy. فعشان هيك الـ naturalistic observation مش كتير يستعمل صراحة بالclinical practice، بس متى فعليا منلاقي استعماله أكتر بالريسيرش، لأنه الريسيرش أنت بدك شوي results تكون more خلينا نحكي إيش بسموها يعني reliable، ويعني مضمونة أكتر، عشان هيك بيستعملوا وقتها الـ naturalistic observation. هلأ في مثال هون عندنا لـ research عملوه واستعملوا فيه naturalistic observation، كانوا عم بيعملوا naturalistic observation لإيش؟ للعيلة بالميل تايم. هذا أساساً اسمه home observation، أو بالأخص الميل تايم family interaction. إنه أنت بتشوف بالضبط كيف العيلة بتعامل مع بعض، كيف طبعاً هذا الحكي بيكون فيديو، يعني مصورين فيديو العيلة، بتشوف هل بيخلصوا مهامهم بطريقة صحيحة ولا لا، على حسب احتياجاتهم، كيف بالضبط بصير effect management. طبعاً effect دكتور برضه دقق عليها انه حكى رح يجي يجيب عليها سؤال باي ذا واي، الفرق بين المود والافكت. اوكي حكاها، يعني المود هو المشاعر الداخليه تبعت الانسان، الافكت هي خلينا نحكي كيف احنا بنعبر عن مشاعرنا لبرا، يعني الاوتورد او الاكسبرست فيلينجز. اوكي فبيقول انه كجزء من الميل تايم فاميلي انتراكشن احنا رح نطلع كيف أفراد العائلة بتحكموا بمشاعرهم، بتحكموا بطريقة اللي بيعبروا عنها عن مودهم. أوكي؟ وبرضو منشوف الانتربرسونال انفولفمنت، قديش بيحكوا مع بعض وبيهتموا ببعض وبيساعدوا بعض، وكيف برضو بتصرفوا من ناحية الديسيبلين بيهيفير كنترول، قديش هم مراقبين وفي قوانين ولا لا، وبرضو كيف ممكن يحكوا مع بعض. فهون بيجي وينو الدراسة اللي كنت عم بحكي عنها قبل شوي، عاملينها كانوا لمجموعتين، مجموعة من العائلات اللي عندهم طفل بوزن عادي أو normal weight، وعائلات عندهم طفل overweight. فاللي عملوه إنه سألوا بالبداية الأهل أنتوا كيف بتتعاملوا مع ابنكم، قديش بتدعموه، قديش بتساعدوه، قديش بتتحكموا في حياة في أكله مثلا. فالتنين حكوا نفس الاشي انه لا عادي، يعني انه similar levels of support وبدعموه تماما واشي زي هيك. هذا الحكي ايش لما هم عملوا خلينا نحكي جاوبوا السؤال، بس لما حطوا راقبوهم او لما عملوا لهم naturalistic observation اللي وجدوا انه كان في significantly less support عند الاهل اللي أطفالهم أو طفلهم overweight. فهذا الحكي بدلنا على أهمية إنه أو يعني خلينا نحكي فائدة الناتشوراليستيك أوبزرفيشن، اللي هي إنه ممكن الأهل بموضوع خلينا نحكي حساس زي هيك يكذبوا، يبينوا حلم إنه مناحة وإيش زي هيك، بس هم فعليا يكون بالحقيقة مش هيك الوضع تبعهم. وحتى بالنسبة لهم يعني السبورت يكون غير عن اللي أنت بتعتبره سبورت كريسيرشر. وغير هيك نفس الدراسة لما قارنوا الكنترول قديش بتحكموا بولادهم، لقوا انهم ما بتحكموا فيهم زي الاهالي اللي عندهم اطفال وزنهم normal weight، وكانوا كتير يسمحوا لهم اشياء، يعني overly permissive يعني من permission بسمحوا لهم كتير شغلات يعملوها. فهذا بالنسبة للهوم observation ومثال عليها بدراسة. هلا رح نشوف لتاني نوع من الـ naturalistic observation، هو رح يكون بالمدرسة. school observation basically بيكون انه للchild psychologist بيعملوه عشان يشوفوا اذا الطفل عنده اي مشاكل في البولينج، عنده مشاكل بالتركيز، الخوف، ممكن الـ anxiety، كل هاي الاشياء. فهذا الحكي كيف منشوفه؟ ممكن يشوفوا انه الطفل وهو بالفرصة يعني قاعد عم بضرب اللي حواليه كلياتهم، ممكن برضو نشوف انه بدل ما يكون قاعد مع اصحابه بالفرصة لا هو ماسك بمعلمته وبده شي يروحه او شي زي هيك، بيكون برضو مش قادر يركز بالحصص وكل هاي الاشياء. فعشان احنا نعرف نعمل هاي السكول اوبزرفيشن، احنا ممكن نستعين طبعا بالبيرنتس والتيتشرز، بس احسن طريقه اللي هي لا نشوف البيهيفير بالناتشرال هابيتات. وهاي الكلمه بتذكرني بالناتشرال اللي هي سوري ناشونال جيوغرافيك
شنن اللي انا بشوف، انا بشوف هذا الحيوان في الناتشرال هابيتات تبعه، فبيسكلي زي ما بشوف الاطفال بوضعهم الحقيقي بالمدرسه يعني. فانيويز هذا بالنسبه لثاني نوع من الناتشرالستيك اوبزرفيشن. بعدين في عندنا شغله تفاصيل يعني زياده عن، او خلينا نحكي شروط لهاي الاوبزرفيشن بالسكول. هلا عشان نعمل احنا اوبزرفيشن بالسكول، في ممكن الواحد يستعين او ممكن السايكولوجيست يستعين بفورم موجود اللي هو اسمه دايركت اوبزرفيشن فورم. هو جزء يعني بيكون فيه تشيك ليست ان انت تحط انه عمل هذا التصرف ولا ما عمله. بيكون فيه 88 مشكلة ممكن يكونوا موجودين عند الأطفال بالمدرسة، وفي منهم حتى بعض الأسئلة بتكون open ended، يعني أنت بتحدد بتحكي بتوصف الموضوع زي ما بدك، وبتحكي إيش المشاكل اللي مش موجودة من هدول 88 بس لقيتها عند هذا الطفل. طبعا عشان يكون خلينا نحكي الobservation دقيق، ومش والله يعني صدفة انه بهذا اليوم ما يعمل شغلة، او صدفة يعمل شغلة ولا عمره عملها، بحتاج الواحد انه يعمل 3 to 6 minutes periods، يعني 3 مرات لست مرات يقعد 10 دقائق يراقب الطفل. وهذا الحكي طبعا at least 2 days، يعني عشان ما يصدفش انه بهذا اليوم ما يكون عمل اشي بالصبح وبالافترنون، على اساس بالاخير ما هو behavior تبع الchildren ما بيكونش ثابت أو يعني بطريقة معينة طول الوقت. وهذا الإشي بسمح لنا شو نعمل؟ بسمح لنا نعرف الفريكونسي قديش بتكرر هذا التصرف، الديوريشن لا قديش بيقعد، والإنتنسيتي قديش برضو سيء بيكون التصرف اللي عم بيعمل الطفل. فكل هاي الأشياء إحنا بنكون قدرنا نعملها عن طريق الناتشوراليستيك أوبزرفيشن. فهون عنا الفورم اللي حكينا عنه، هذا طبعا جزء منه بسيط انه هل الطفل بتناقش التراويل يعني argues كتير، برجع برد عليهم، بتنمر على التانيين، بضرب التانيين كتير، ممكن يكون nervous، هل هو مش بدوش يعمل اي اشي، هل هو خايف، هل صافن في الدنيا، هل هو حزين، كل هاي الاشياء طبعا بنحكيها موجود ولا مش موجود، موجود ولا مش موجود، بيكون from scale 0 to 3، تمام؟ انه زيرو ما صارت، 1 فيري سلايت وشيء هيك بسيط يعني كان ما يعتبرش، 2 انه خلاص اكيد صارت بس كانت مايلد، 3 لا هاي كانت سيفير انتنسيتي. تمام. هلا لو كانت يعني يا سيفير انتنسيتي يا لفتره طويله بتكون. هذا بالنسبه لشو؟ للسكول اوبزرفيشن اللي هي جزء من الناتشرالستيك observation. هلا رح نبلش بالهوسبيتال observation. هوسبيتال observation الدكتور حكى انه هي ممكن اساسا يعني ما لازم نعتبرها من الناتشرالستيك observation كونه يعني شخص مش بمكان اللي هو عادة فيه، بس هون حاسبينها هيك، خصوصا لو الواحد صار له فترة بالسايكاتريك هوسبيتالز، او صار له فترة مثلا بانستيتيوشن معينة زي واحد متخلف عقليا او عنده منتال ريتارديشن، اذا هو موجود في انستيتيوشن معينة ممكن الاشخاص في هاي الانستيتيوشن يراقبوه عن طريق طريقة الهوسبيتال اوبزرفيشن. هلا كونه هاي الانفايرمنت، هاي البيئة اللي هو موجود فيها المريض متحكم فيها وبمكان واحد، يعني ما رح يطلع برا ويتحرك ونكونش عارفين هو وين، هذا الشغلة بسمح لنا انه نعمل naturalistic observation اكتر من الاماكن التانية، يعني هو مور فيزبل يعني بنقدر عليه اكتر. عشان نعمله هاي المرة ما رح نستعمل اللي استعملنا DOF، رح يكون نستعمل time sample behavior checklist. بناخد sample يعني على ساعة واحدة بناخد سامبل نشوف كيف عم بتصرف هلا، شو البيهيفير تبعه حاليا، بعد ساعتين زين كيف عم بتصرف حاليا، شو السامبل او البيهيفير سامبل لإله، تمام؟ فبنعمل observations at regular intervals لـ given patient. اللي ممكن يسووه اللي يعني الممرضين هو بيكون او اي حدا، انه يشوف المريض ثانيتين فقط لا غير كل ساعة، ثانيتين كل ساعة على كل مريض تكتب انه شو عم بيعمل حاليا، ايش تصرفه حاليا. طبعا بيكون شيك ليست يعني كلياتها شك، يعني مش الموضوع مش هالقد غلبة، فبالاخير بتطلع عليه باليوم كامل كيف كانت تصرفاته، وبطلع عنا ديلي بيهيفيرال بروفايل بكل بساطة. وهيك بنكون احنا راقبنا ايش بسموها البيشنت بالهوسبيتال بطريقة كويسة. هيك منكون برضو خلصنا الناتشرالستيك أوبزرفيشن اللي هي أول طريقة من طرق الأوبزرفيشن بالبيهيفيرال أسسمنت. هل نبلش بتاني طريقة اللي هي الكنترولد أوبزرفيشن. الكنترولد أوبزرفيشن
مبدئيا بس اساس نفهمها من الاساس، اللي هي زي برنامج الصدمه اللي كان على ام بي سي تذكروا، وال كل السوشيال اكسبيرمنتس اللي على اليوتيوب، انه تجربه اجتماعيه كيف رح تكون رده فعلهم لو عملنا إشي زي هيك، او برانك يعني وات وود يو دو، كل هاي الاشياء بيسكلي. ليش احنا اساسا نضطر نعمل إشي زي هيك؟ لانه الناتشورالستيك اوبزرفيشن قد ما هي ممكن تكون إشي منطقي وفعليا رح يفرجينا كيف بتصرف بحياته الطبيعية، بس بالأخير إذا أنت عم بتدور على behavior معين إذا موجود ولا لا عند الشخص، ممكن تقعد 3 أسابيع وهو مش صاير مع موقف يطلع منه هذا التصرف، يعني does not occur naturally very often، مش رح يطلع very often، فالnatural observation ما رح تزبط معاه لأنه الإشي very rare. فعشان هيك بنلاقي انه الناتشورالستيك اوبزرفيشن كتير بضيع وقت ومصاري وريسورسز، وانت بس عم بتشوف انه متى رح يصير الموقف البيرفكت السيتويشن الرائع انه اراقب مريضي بتصرف هيك ولا بتصرفش هيك، عنده هذا البيهيفيرال بروبلم ولا لا. يعني بدك تقعد تشوف ان الواحد بياخد مسؤولية ولا لا، ممكن يقعد شهر كامل وهو ولا بحياته اضطر او حدا طلب منه اساسا ياخد responsibility، فبيكون الموضوع هيك اصعب. فعشان هيك لجوا اولى فكرة controlled observation. controlled observation زي ما احنا يعني نفس ما قلت لكم زي برنامج الصدمة، بيكون فيه ممثلين، بيكون فيه بتحسسه ان الوضع لا طبيعي وكل شيء تمام، بس انت بتكون فعليا you designed the situation, designed the environment انه طلع من الشخص رياكشن معين، تطلع منه البيهيفير اللي بدك تشوفه، يعني هيو بتخلي الموضوع مور لايكلي انك تشوف له بيهيفير معين. فممكن مثلا انت تكون ايش بسموها كابل ثيرابي او كابل ثيرابيست، فتكون بدك تشوف انهم كيف بتصرفوا مع بعض لما يطاوشوا على المصاري مثلا، ممكن يقعدوا سوري يعني موقف انه فعليا يطلع لهم كيف بتعاملوا مع بعض في حاله معينه. فعشان هيك كتير احسن انه لا تطلب منهم انه يلا احكوا لي كيف، او اعمل حالكم انه كنتوا بتناقشوا مع الموضوع، يعني مش انه اخلي الموضوع لحاله يجي ناتشرالي، لا انا بيسكلي اطلب انه يصير هذا الموضوع. وغير هيك زي ما قلنا في شغلة situational test، انه فعليا هيك نعمل سيناريو كامل احنا نخلقه عشان اشوف كيف الشخص رح تكون ردة فعله، how the individuals react. في كثير مثلا يعني هذا اساسا من اكثر الاشياء اللي الcontrolled observation برضو كتير بيستعملوها بالريسيرش، وممكن من اكثر الاشياء اساسا خلتني هيك interested بالpsychological research اشي موجود على اليوتيوب اسمه Mindfield، اذا بتعرفوا Vsauce Mindfield افتحوا عليه، اي حدا مهتم بشغلات السايكولوجي كتير 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 رح يحبه، لانه عاملين basically controlled observation يعني experiments هي توصف بانها controlled observation، حطوا ناس بمواقف معينة وشافوا كيف ردود افعالهم البيهيفير وايش ممكن يعملوا، وبرضه شرحوا السايكولوجي ورا كل اشي، فعن جد اشي بنصح فيه صراحة. فيس ايش كمان بدنا نحكي هلا، بدنا نبلش في ثالث موضوع بالنسبة للبيهيفير الاسسمنت اللي هو أو ثالث طريقة اللي هي السلف مونيتورينج. هلا السلف مونيتورينج تنفع أكتر للأشياء اللي أنت كشخص بدك تحاول تصلحها، يعني أنت بدك تحاول تخلص من خلينا نحكي الدخان، اللي هي الدكتور نفسه قال إنه هو بيشتغل في شغلة التوباكو ريسيرش، فأي حدا ممكن بده يوقف دخان التوباكو أو إيش زي هيك ممكن يعمل سلف مونيتورينج، يراقب حاله كم من مرة ممكن يكون اشتاق للسيجارة أو صار عنده صداع أو صار معصب لأنه بده يدخن أو إيش زي هيك. كل هاي الأشياء اللي إلها دخل في ترك الدخان أنت بتروح تحطها، وهذا الحكي بيساعد بإيش؟ بيساعد نشوف إنه هل طريقة العلاج اللي إحنا عم نعطيها أفكتيف ولا لا، يعني هل النيكوتين باتش قد عم بتخفف مشاكل الإدمان ولا لا. طبعا هذا الحكي برضو بيزبط لإدمان المخدرات والكحول وكل هاي الأشياء الثانية، وبرضو بنفع مع إيش السلف مونيتورينج، إشي أنت بتحس الأنزايتي، المشاكل اللي هي خلينا نحكي اللي أنت بتشتكي منها زي ما قلنا الأنزايتي، ممكن ديبرشن، السلف هارم، كل هاي الأشياء أنت بتكتب عنها. فالحلو إيش إنه هذا الإشي بعكس كل الأذر بروسيجرز انه مش اكسبنسيف، اللي ما باخده هالقد وقت ولا مصاري. فعشان هيك
عم بتزيد رغبة أو اعتماد الكلينيكال سايكولوجيست على السلف مونيتورينج، إنه أنت كشخص لا احكي لي بالضبط إيش عم بصير معك، لأنه فعليا زي ما قلنا مش إشي عملي ومش وإشي كتير غالي إنك أنت كسايكولوجيست تراقبهم هم عم بيعيشوا حياتهم. لا خليهم هم يراقبوا حالهم، يكتبوا إيش اللي فكروا فيها، إيش مشاعرهم نشاه هاي الشغلة، فبتمشي معهم يعني حتى حتى هيك. هلا طبعا الموضوع برضو أكيد فيه له صعوبات ويعني عقوبات، أولها إنه شوي الموضوع ممكن يكون صعب لإنه يتسجل دائما، بس إحنا بنحاول القدر المستطاع. ففعليا اللي رح يصير هو إنه نطلب منهم يكونوا عندهم دايري، إشي دائما ماسكينه، دائما حاطينه جنبهم، أو دائما خلينا نحكي حتى بالتليفونات يجيهم نوتيفيكيشنز إنه يكتبوا إيش شعره أو كيف البيهيفير تبعهم في هاي الفترة. والحلو إيش إنه أنت بتقدر تعطي ديتيلز زي ما بدك، ممكن تحكي كم من مرة صارت معك، طبعا أنت كل مرة بتسجل بتعد، بس وأنت عم بتسجل إنه صارت معك هاي البيهيفير أو شعرت في هذا الشعور أو حسيت في هاي الأنزايتي، بتكتب كيف كانت سيئة، قديش الانتنسيتي تبعتها وقديش طولت معك، وشو الأشياء اللي سببت stimulus conditions، شو الأشياء اللي صارت عشان تحس في هذا الإشي، وبرضو consequences that follow. أنت أكتر بتكون عارف شو بالضبط اللي نرفزك وشو بالضبط اللي خلاك مثلا very anxious أو very depressed، أكتر من مثلا لو واحد عم بيراقبك من بعيد مش رح يكون عارف إنه شايفك مثلا شوي صار معك behavior معين، بس ما بكونش عارف بالضبط إيش اللي كان التريجر. فهذا الحلو في الموضوع. فزي ما قلنا يستعمل بس انه نراقب البيهيفير او بنشوف هل نفعت الثيرابي ولا لا، نقارن يعني البيسلاين فريكوانسي قبل ما يبلش الثيرابي بالفريكوانسي بعد 6 أسابيع من الثيرابي، وبهيك احنا برضو بنكون يعني اشي ايجابي بالسلف مونيتورينج، انه بنخلي الكلاينت يركز كل تركيزه على التصرفات السيئة اللي عنده اياها. فلما يكون عارف حاله انه هو حاليا عم بتصرف تصرف سيء، انه لا عم بعمل انا اشي غلط وانا لازم هلا اكتبه، بيكون انه هنا ليش انا عملت هيك، وبصمم في الموضوع اكتر، بصير يفكر فيه، وبهذا التفكير بخليه يقلل ان شاء الله يعني الاندزايربل بيهيفير. تمام. فزي ما قلنا الكلاينتس نفسهم بيكونوا عارفين بالاخير كيف ممكن شغلات معينه ستيمولاي بالبيئه تضايقهم، كيف البيهيفير تبعهم بيأثر على حالهم وعلى الناس اللي حواليهم، والبيهيفير نفسه رح يكونوا عم بفهموا أكتر. تمام؟ طيب هلأ بالنسبة لزي ما قلنا المشاكل، ممكن يكون الكلاينت بيكذب أو يكون inaccurate أو ما بيكونش كاتب بوقت معين، ممكن يكون بالقصد نسي، يعني خاصة يعني نسيان إشي كتير مشكلة، يعني أنا شخصيا عم بعمل مونيتورينج لشغلة عندي إياها، عم بنساها كثير مثلا، اللي هي انه صارت ولا ما صارت والله ناسيه او زي هيك، فبصير الموضوع صعب كثير، وممكن حتى كل الفكره على بعضها يرفضوها، انه يا عمي ايش انا بدي اكون بيبي اقعد اراقب كم مره اعمل الشغل ولا لا بدي شو ابصر شو. بس الحلو فيها يعني لو بدنا نحكي كادفانتج يعني ومع كل هاي الديفيكولتيز، انه at the end of the day انت عم تاخذ معلومات كثيره بسعر قليل جدا. وبالنسبه لاشياء ممكن عم بتخفف الموضوع، اللي هي انه حاليا كتير صار في أشياء تساعد بالسلف مونيتورينج، يعني حتى ممكن على الساعة تبعتك السمارت ووتشز تروح تكتب كبستين إيش زي هيك، إنه والله صارت معي هاي المشكلة، تليفونك تفتحه على تطبيق تقول يلا تشيك إنه صار معي هذا البيهيفير أو حسيت في هذا الشعور أو عملت 1 2 3، إشي بسيط جدا من دون غلبة، وبيكون فيه إيش ماله higher quality data. الحلو بهاي الإلكترونيك دايريز إنها higher quality data، بيكون معطينا time stamps متى بالضبط صارت، ممكن برضو بالأخير نشوف the sequence of moods، يعني بالبداية أنت تنرفزت من هاي الشغلة، بعد فترة كتبت إنه عملت 1 2 3، رحت مثلا اضطريت إنك تروح تدخن أو شيء زي هيك، فمنشوف بالضبط كيف صار the sequence ومنكون فاهمين أكتر كيف وصلنا للـ undesirable behavior وشو كل المشاعر اللي بتكون محيطة لهذا التصرف أو هذا الـ behavior السيء اللي انت عم بتحاول تتخلص منه. أوكي؟
فهيك بنكون صحيح خلصنا المحاضرة وخلصنا كل محاضرات الماد. إن شاء الله يكون الشرح منيح. يعني إيه صراحة أنا حاسة إني مش عارفة هو عشانها سهلة هل معناته إنه الشرح كان كويس، ولا عشانها كتير سهلة ممكن يكون الشرح سيء، مش عارفة. إن شاء الله عن جد تتلاقوا إنه شرحي كويس، وبالتوفيق يا رب. مع السلامة.